مقتل عنصرين من فصيل هيئة تحرير الشام إثر انفجار مجهول ضرب مقرا عسكريا لها غربية مدينة إدلب. الجبهة الوطنية للتحرير تعلن استهداف مجموعة من قوات النظام وتدمير عربة بي ام بي على جبهة الحويز في سهل الغاب بريف حماة الغربي. وكالة الأناضول تقول إن 20 عنصرا على الأقل من قوات يبج قتلوا في انفجارين استهدفا مقري الأسايش والشرطة العسكرية في مدينة الرقة. وكالة أنباء النظام سانة تقول إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في أجواء دمشق مصدرها إسرائيل، وأنباء عن تعرض منطقة الكسوة لاستهداف صاروخي. وسائل إعلام موالية للنظام تقول إن الدفاعات الجوية في قاعدة حميمين بريف اللاذقية تصدت لقذائف صاروخية وطائرات مسيرة. الناطق باسم الجبهة الوطنية للتحرير ناجي مصطفى يقول إن الجبهة ترفض أي عروض لوقف إطلاق النار ما لم تتضمن انسحاب قوات النظام من المناطق التي سيطرت عليها خلال الحملة الأخيرة.